سلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في خير وصحة وسعادة، وكل عام وأنتم بخير. من أهم الفيتامينات الموجودة في الجسم، وقد يكون أهمها على الإطلاق، فيتامين بي 12 أو بي 12، اسمه كوبولامين أو سيانو كوبولامين بالإنجليزي. الفيتامين ده خطير، لو عرفت نقصه ممكن يسبب ايه؟ هيوضح لك وهيفك لك اللوغاريتم بتاع مجموعة كبيرة جدا من الأعراض اللي بتزور فيها الأطباء في العيادات، وممكن يكون وراها حاجة بسيطة جدا اللي هي نقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 موجود أساسا في المنتجات الحيوانية، اللحم، الدجاج، الأسماك، الألبان، البيض، وفي بعض أنواع البقوليات والنباتات، ولكن أساسه زي ما قلنا في المنتجات الحيوانية. أكتر ناس معرضة لنقصه كبار السن، الناس اللي بتاخد أدوية سكر زي مادة الميتفورمين، الناس اللي عاملة عمليات جراحة جهاز هضمي لتنزيل الوزن اللي بيأثر على امتصاص فيتامين بي 12، الناس اللي بتاخد مضادات حموضة على طول بتأثر على امتصاص فيتامين بي 12 في المعدة والأمعاء والإثنى عشر، الناس اللي فيجيتيريان أو النباتيين اللي ما بياخدوش كمية كافية من فيتامين بي 12 في الغذاء بتاعهم نتيجة افتقارهم للمادة الحيوانية في أكلهم. أما عن أعراضه فديت يعني مجموعة كبيرة جدا من الأعراض بنشوفها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في العيادات. دكتور، جسمي باهت، عندي اصفرار في جسمي، حاسس أو حاسة إن جسمي باهت وعندي اصفرار في جسمي. فيتامين بي 12 مسؤول عن انتاج خلايا الدم الحمراء وماده الدي ان ايه في الجسم وفي الخلايا الدم الحمراء. اذا عند تكوين خلايا دم حمراء اللي هو فيتامين بي 12 جزء مهم جدا في النخاع بتاع العظم، بيتكون خلايا دم حمراء حجمها كبير بيسموها ميجالوبلاستيك انيميا، بس ضعيفة بتتكسر، فتقلل كمية الخلايا الدم الحمراء نتيجة التكسر، فبيبقى لونك باهت وممكن يظهر لك اصفرار بسيط في العين. دكتور، عندي تنميل وشكشكة في الجسم، فيتامين بي 12 عنصر هام جدا في تكوين قلنا الدي ان ايه وانتاج الاعصاب، وكنت شبهتها قبل كده في الفيديو بتاع التهاب الأعصاب بسلك الكهرباء اللي حواليه المادة البلاستيكية العازلة. المادة دي اسمها مادة الميلين، اللي فيتامين بي 12 هو من أهم أسباب تكوين مادة الميلين، فما بينقص الميلين بيبقى سلك الكهرباء أو العصب مكشوف، تنميل، شكشكة، حاجات زي كده. دكتور، عندي دوخة وعدم اتزان في مشيي، ده بيأثر على جهاز الاتزان في الجسم، نقصه يا جماعة وبيأثر على أعصاب الأذن والاتزان، فبيخليك ماشي ما انتش موزون. دكتور، مودي بيتغير وساعات بيجيلي اكتئاب وتوتر، طبعا مش بيأثر على الأعصاب اللي بتنقل المواد الكيميائية بتاعت التوتر والقلق والاكتئاب زي السيروتونين والأدرينالين، فإذا هيأثر على المود. دكتور، بيجيلي ضيق في النفس وعدم قدرة على التنفس، طبعا ما هو كمية الأكسجين اللي بتحملها خلايا الدم الحمراء كبيرة الحجم الفراجايل أو الضعيفة اللي هتروح لجسمك وجهازك التنفسي هتقل، هيجيلك ضيق في التنفس. دكتور، بيجيلي زغللة في العين، لا ما هو بيأثر على الأعصاب وعلى عصب العين يا جماعة، مادة الميلين اللي بتكون العصب البصري أو المحيطة بالعصب البصري بتتأثر، فبيبقى الإنسان بيجيله زغللة.
دكتور انا حاسس بارهاق وتعب على طول. طبعا مش كميه الاكسجين اللي بتروح لخلايا جسمك اقل، فهتلاقي نفسك مرهق وتعبان ودايما مرهق. دكتور حاسه الاستطعام عندي قلت ولساني احمر وتحس انه محتقن وعندي قرح فم بتيجي كتير. حاسه الاستطعام هتقل نتيجه التاثير على الاعصاب من نقص فيتامين بي 12 اللي هو مهم جدا في جميع اعصاب الجسم. ضعف مناعه الفم والتهابات وتقرحات مزمنه او متكرره في الفم واللسان. دي اهم الاعراض اللي بيجي الناس يشتكوا لنا منها، وما اكثرها وما اكثر الشكوى منها. اذا يا جماعه فيتامين في غايه الاهميه وبيأثر على الجسم كله، من دوخه وتغير في لون الجلد واصفرار في العين وانيميا اسمها الانيميا الخلايا الكبيره الدم الحمراء الكبيره، تأثير على المود، تأثير على الأعصاب، تنميل، دوخة، عدم اتزان وهكذا. إذن عشان نشخص، النسبة الطبيعية بتتراوح من معمل لآخر من 150 بيكو جرام أو 150 بيكو جرام ل 900 أو 850 بيكو جرام في المتوسط. هنحلل فيتامين بي 12، هنحلل خلايا الدم الحمراء، هنعرف حجمها من صورة الدم، هنعرف نوع الأنيميا الموجود، هنحلل نسبة الصفرة، هنعمل فحوصات كاملة على الجسم إذا كان في أي حاجة هتوضح لنا سبب الأعراض اللي أنا اتكلمت عنها. بعد كده إذا تأكدنا إن هو فيتامين نقص في فيتامين بي 12، لازم النظام الغذائي يتحسن قبل أي علاج. لازم نركز على الزبادي، على الألبان، على اللحوم، على البيض، على الأسماك، على منتجات الألبان. الناس اللي فيجيتيريان ومصممة تكون فيجيتيريان هنحاول نخليهم ياخدوا بقوليات ونديهم فيتامين بي 12، وهنعالج الأعراض بقدر الإمكان لحد ما يظبط نفسه فيتامين بي 12. والجرعة اليومية تتراوح ما بين 500 ميكروغرام ل 1000 ملي جرام أو 1000 أو 1500 ميكروغرام من فيتامين بي 12 في صورة الحبوب، أو بعض الناس بتاخده في صورة إبر على اساس بتظن ان الابر ممكن تكون اسرع في بعض حالات التهاب الاعصاب الشديده او مرض السكر او هكذا. اذا يا جماعه قبل ما ادي فيتامين بي 12 سواء حبوب او ابر اظبط نظامك الغذائي. ونصيحه اخيره، ما تاخدش فيتامين بي 12 بلا داعي، لان برضو زي ما نقصه بيدي اعراض، ارتفاعه بيدي اعراض حاجة كده شبيهة بالتسمم الفيتاميني، وممكن زيادة في فيتامين بي 12 برضو يعمل أعراض زي الدوخة والتعب والتنميل والشكشكة والصداع وحاجات ملهاش لازمة. فما تاخدش فيتامين بي 12 إلا إذا كنت فعلا محتاجه، أو بتاخد مالتي فيتامينز فيها نسبة فيتامين بي 12 ومعاه بي 1 وبي 6. ولكن بي 12 تحديدا انا انصح ان هو يتاخد في مرضى السكر او المرضى اللي عندهم نقص فيتامين بي 12 او كبار السن او الناس اللي عامله عمليات لتنقيص الوزن في الجهاز الهضمي مما يتعارض مع امتصاص فيتامين بي 12. يا ريت معلومتي تكون فادتكم النهارده، واتمنى لكم الخير والسعاده، واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تفعيل جرس، وإلى اللقاء. سلام عليكم.